عبارة عن تجارب الضفدعة دي مجموعة لوحدها كده خلاص، ورسم القلب دي مجموعة برضه لوحدها، وفي شوية بقى تجارب في النص خلاص. فاحنا نبدأ باللي في النص عشان مش محتاجين صور شوية، وبعد كده على ما نشوف بس مشكلة التكشر دي أنا بقول الصور جت يعني، عشان الحاجات بتاعة الضفدعة والحاجات دي محتاجة تنشر. دي التجارب اللي في النص بقى، عندنا كام تجربة في النص؟ لازم تبقى عارف تجربك إيه قبل ما تخش عشان ما تدوش. عندنا أول تجربة اللي هي تجربة الهارت ساوند، التجربة اللي بعدها اللي هي تجربة الإيه البلس، التجربة اللي بعدها تجربة الإيه البريشر. أدي أول ثلاث تجارب كبار. بعد كده هيقابلك بقى ثلاثة صغيرين، حاجة اسمها كول بحرف السي وكابيلاري بحرف السي، بس احنا مش هناخدهم دلوقتي، ورياكتيف بيبرينين خلاص. دول تقريبا الست تجارب اللي عندك او السبع تجارب اللي عندك، ما بين غير رسم القلب وغير الايه وغير الضفدع. فاحنا هنبدا بالثلاثه المهمين الاول الكبار، سيبك من الصغيرين دول دلوقتي هيقابلونا كمان شويه. اول حاجه الهارت ساوند يا جماعه، هارت ساوند ممكن تجي لك رسمة السماعة الطبية. السماعة الطبية عبارة عن ايه يا جماعة؟ الجزء اللي بنحطه في ودانا لو اللي فوق خالص ده اسمه ايه؟ اير بيس، اسمه اير بيس. ممكن يحط لك حاجة على السماعة عشان يسألك على المكونات بتاعتها. الجزء اللي بنحطه على صدر العيان ده اسمه ايه؟ ها؟ شيست بيس، اللي عبارة عن ايه بقى؟ دايفرام. وايه كمان؟ والكون او البن خلاص؟ لان هو بيبقى عبارة عن الدالة دي عبارة عن جزء عريض شوية عامل كده، وجزء تاني فوقه كده صغير. انت ممكن تسمع بالناحية الصغيرة اللي هي الكون او البيت، وممكن تسمع بالجزء الكبير اللي تحت ده اللي هو مين؟ الدافرام. ممكن تسمع بالجزء اللي تحت اللي هو الدافرام، وممكن تسمع بالكون او البيت خلاص؟ طيب ما بين دي وده يا جماعة في بقى اللي هي الايه دي اسمها الرابر تيوب. رابر تيوب دي اللي هي الحته اللي في النص ما بين الاثنين، الوصله ما بين الاثنين اسمها الرابر تيوب. طيب ده تكوين السماعه. طب انت بتحط السماعه في اي اماكن؟ خلاص بيجي لك الاماكن اللي بتحط فيها السماعه، ممكن يجيب لك صوره السماعه وممكن يجيب لك صوره الاماكن، المنظر عامل كده. احنا بنحط يا جماعه السماعه في كام مكان؟ ها؟ اربع اماكن. يا بنحطها في السكند سبيس ناحيه الليفت هنا كده، يا في السكند سبيس ناحيه الرايت. وعشان ما تتلخبطش الرايت سكند والليفت ايه سكند. طب الاريا دي اسمها ايه والاريا دي اسمها ايه؟ الرايت اللي فيها ار اورتك، فيها ار برضو تالت حرف ار اهو، يبقى دي اورتك. والليفت اللي فيها ال تالت حرف ايه؟ بالمونري، في ال برضه، يبقى ده البالمونري. يبقى انت عندك البالمونري اريا سكند ليفت، والاورتك اريا سكند رايت. النقطه اللي بعد كده بنحط السماعه عند الايبكس اوف ذا هارت، دي المنطقه اللي عند الايبكس اوف ذا هارت اسمها الايه؟ المايترال اريا. ايه الايبكس اوف ذا هارت ده؟ الفيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين. يعني ايه؟ فينا الكلافيكل هنا كده نص الميد كلافيكولار لاين كده، نمشي ونعد هنا خمسه سبيس، ده الثاني اللي تحتيه الثالث اللي تحتيه الرابع اللي تحتيه الخامس، يبقى عديت كده ده ثلاثه ده اربعه ده خمسه، يبقى الفيفث سبيس حلو ميد كلافيكولار لاين ده اسمها الميترال اريا او اسمها الايبكس اوف ذا هارت. طيب المنطقه الرابعه اللي بنسمع فيها يا جماعه، يا اما بتوين الزيفويد على الزيفويد بروسيس كده، او بتوين البادي والزيفويد، المنطقه دي بنقول عليها ترايكاسبيد اريا،
وفي ناس بيحطوها في الفورس سبيس كده باراستيرنال لاين، يعني سواء هنا او هنا صح، يا اما في الزيفويد اريا عند الزيفويد اريا، يا اما الفورس سبيس باراستيرنال لاين بنسمع التريكاسبت اريا، سواء هنا او هنا الاثنين صح. دي اماكن الحاجات اللي بنحط فيها السماعه، لازم تبقى عارف مكونات السماعه ولازم تبقى عارف الاماكن اللي بنحط فيها السماعه. في امتحانات بيجيب لك الرسمه دي ويسالك عليها، وفي امتحانات بيجيب لك الرسمه دي ويسالك عليها. طيب هو احنا اصلا ايه استخدامات السماعه؟ لو جاب لي السماعه ممكن يجيب لي اي جزء ويقول لك بستخدمه في ايه. طيب هو ايه اصلا استخدامات السماعه؟ يعني يقول لي مثلا يجيب لي رسمه زي دي ويحط لي مثلا علامه هنا اللي هي دي، او يجيب لي علامه هنا اللي هي دي، ويقول لك بعد كده ايه الكومبوننت او ايه الجزء اللي هو عايز يسال عليه، وبعد كده يقول لك اليوزز. استخدامات السماعه الطبيه، بنستخدم السماعه الطبيه في ايه يا جماعه؟ هل بنسمع بس القلب؟ لا، بنسمع الكارديو، وايه كمان؟ وخدناه في الريسبيراتوري في الشيست، وايه كمان؟ وبتوع بنسمع كمان الانتستاينال ايه؟ ساوند. ادي ثلاث استخدامات، هو صوت القلب وصوت الرئه وصوت الايه؟ الامعاء. طب بس كده ولا في حاجات ثانيه كمان؟ ممكن نقيس بيها الضغط زي ما ناخد دلوقتي في قياس الضغط. في قياس الضغط هنستخدم جهاز الضغط مع مين؟ السماعه، يبقى ممكن اقيس بيها الايه؟ الضغط. ايه كمان؟ ها؟ حد عارف استخدام ثاني للسماعه؟ يبقى ثلاث اصوات وقياس الضغط، في حاجه ناقصه؟ ها؟ هو على العموم، هو على العموم لو جالي خلاص في حاجه اسمها ارتيريال بروي وحاجه اسمها فينس هام. ايه الارتيريال بروي فينس هام؟ ساعات يا جماعه نحطها على الشرايين، نسمع حاجه صوت الشريان لما الدم يعدي في الشريان يعمل صوت اسمه بروي. يعني لما يبقى في ضيق في الشريان، نفترض انا عندي شريان اهو او وريد حتى وفي ضيق كده، حلو، سواء شريان او وريد، ادي شريان او وريد فيهم ضيق، لما يبقى في ضيق في الشريان او الوريد بيعمل حاجه اسمها تربلنت بلاد فلو، يعني الدم كده بيبقى متلخبط فيقوم عامل صوت في الشريان بنسميه بقى بروي. نفس الكلام في الوريد، صوت الدم وهو ماشي في الوريد لما يعمل صوت بنسميه فينس هم. ضيق نفسه ولا مضيقه؟ لا لا، لو في حاجه مضيقاه، لكن طبيعي اصلا يا جماعه ان الدم هو معدي سواء في الشريان او الوريد مالوش اي صوت، الطبيعي ان مالوش ايه؟ اي صوت، لكن لو انت ضيقت ده او ده وظهر صوت بنسمي ده بروي وهم. طب هتسمعه ازاي يا جماعه؟ بنحط السماعه. يعني انا دلوقتي لو عايز في مشكله في شريان ما في ايدك في ضيق او حاجه وانا عايز اسمع صوته بجيب السماعه احطها على الشريان. الطبيعي بتاعنا لو حطيت السماعه على اي شريان او وريد ما بيعملش صوت، يعني انا جبت السماعه دلوقتي حطيتها على الشريان ده او الشريان ده او الشريان ده ما فيش صوت. لكن لو في مشكله بعض الامراض يا جماعه او بعض العمليات او الحاجات بيبقى في ضيق في الشريان او الوريد او كده، لو حصل صوت بنسميه هنا بروي وبنسميه هنا ايه؟ دي اصوات زياده كده يعني تبقى عارفها، لكن غالبا لو قال لك ثلاثه يوزس او حاجه انت كده كده هتقول الهارت والريسبيراتوري والانتستاينال، ولو ضفت كمان معاهم البلاد بريشر يبقى كويس. عايز قال لك كمان ازيد من كده ممكن تستخدم دول. يعني ده كده بالنسبه لاستخدامات السماعه. ايه السؤال اللي بعد كده؟ طبعا اسم السماعه الطبيه ايه اصلا؟ دي معروفه من ايه؟ من الريسبيراتوري استيثوسكوب. استيثوسكوب يعني سماعه ايه؟ طبيه. يبقى يقول لك ايه الحاجه اللي قدامك؟ استيثوسكوب. طب ايه الحته دي؟ طب ايه الحته دي؟ طب ايه الحته دي تبقى عارفها؟ طب ايه استخدامات السماعه تبقى ايه؟ عارفها. السؤال اللي بعد كده ممكن يسالك على الارياز دي، زي ما احنا عارفين اماكنها اساميها، هنا ولا هنا، دي بالمونري ولا دي اورتك ولا دي ترايكاسبيد ولا دي مايترال، لازم برضو تبقى حافظ الايه؟ الحاجات دي كلها. طيب تعالى بقى ناخد الهارت ساوند. انت سمعت دلوقتي القلب، في كام صوت للقلب يا جماعه؟ ها؟ في كام صوت للقلب؟ في الفيرست هارت ساوند، في السكند هارت ساوند، دول النورمال. دول الايه؟ النورمال. اي واحد مننا يا جماعه لو حطيت السماعه على صدره بتسمع فيرست وسكند. لو حطيتها فوق على الاورطة والبلمونري بتلاقي المنظر عامل كده. الصوت الثاني هو دايما اللي واضح. الثاني هو العالي على الاورطة والبلمونري. لكن لو حطيت السماعه على التراكاسبت والمايترا تلاقي كده.
الاولاني هو اللي واضح. يعني انت كده كده لو حطيت السماعه على الاول على اي منطقه من الاربعه هسمع ضربتين، حاجه اسمها الفيرست وحاجه اسمها السكند. لكن الفيرست بسمعه اوضح على حد عارف ها المايترال والترايكاسبيك. يبقى اول صوت لا كده الاولاني هو اوضح. لو حطيت السماعه على الاورطه والبلمره تلاقي العكس، الصوت الثاني هو اللي ايه اوضح. يعني انت كده كده بتسمع الصوتين في كل الاماكن، لكن على المايترال والترايكاسبيك بتسمع الفيرست احسن، وعلى الاورطه والبلمره بنسمع السكند احسن. خلاص دي اول نقطه. طيب النقطه اللي بعد الحاجات دي المفروض نظري وسهله. طيب هو اصلا الفيرست ارت ساوند ايه سبب؟ يقول لك ايه سبب الفيرست ارت ساوند او ايه سبب السكند ارت ساوند؟ ها دي من نظري ايه سببه؟ هنا كلوجر اوف الايه مايترال والتريكاسبت، وهنا كلوجر اوف اورطه وايه بالمونري. ولما كنت بقعد اقول لكم الشباك هو بيقفل بيعمل صوت، الفالف هو بيقفل بيعمل صوت. طيب افرض قال لي ايه سبب الفيرست ارت ساوند وطلب مني اكتر من سبب، يعني ما قال لي كوز. لو قال لي سبب الفيرست ارت ساوند سبب واحد انت هتقول له ايه؟ كلوجر اوف ايه؟ مايكرو وتريكاس. لو قال لي السكند اورتو بالمره. طب افرض قال لي كوزس، هل ممكن يرخم ويقول لك بدل كوز يقول لك ايه؟ كوزس. يبقى هو عايز ايه؟ اكتر من سبب. او اقول لك مثلا قول لي 2 كوزز او 3 كوزز. فهنقوم الحاجات اللي انا كاتبها لك في المذكره بقى. الطبيعي ان الفالف بيعمل صوت المايترال والترايكاسبيك لهم صوت، ده الصوت الاولاني. يبقى فالفولار المايترال والترايكاسبيك ده الصوت الايه؟ الاولاني. طيب الصوت الثاني ايه بقى يا جماعه؟ قال لك فينتريكل ventricular fibrillation. ادي الصوت الثاني. الصوت الثاني اللي ايه يا جماعه؟ ventricular fibrillation. الصوت الثالث vascular. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني من الاخر الفنتريكل وهو بيتهز والدم هو بيتحرك جوه الفيسل والفالف هو بيتقفل، الثلاثه مع بعض بيعملوا صوت، بس اوضح صوت فيهم او اكتر صوت فيهم هو قفله الايه؟ الفالف. ثاني يا جماعه، هنا اشهر سبب للفيرست ارت ساوند هو ايه؟ الكلوجر. الكلوجر. لكن افرض هو قال لي ايه اسباب او قول لي سببين او قول لي ثلاثه، يبقى انت هتعمل ايه؟ ها هتزود كلمتين مش ممكن تفهمهم. الفنتريكولار فايبريليشن اللي هو يعني الفنتريكل، يعني وهو بيتحرك بيعمل صوت برضه. الحاجة الثانية الفال، قلنا الفال الفي الثانية الفال ده الأساسية دي تبدأ بيها، بعد كده تحط تحتها فنتريكولار فايبريشن، وبعد كده برضو موفمنت في البلاد في الفاسكولار، يعني البلاد هو بيتحرك في الفيسل. دول بيعملوا صوت بس صوت خفيف لا يقارن بإيه؟ بالفال. عشان كده ما بنذكرهمش غير لو طلب أسباب ثانية، لكن لو هو طلب سبب واحد خلاص يبقى هو قفلة الميترال والتريكاسبت. قال لك اسباب او سببين، يبقى تقول له قفله المايترال والتراكاسبت رقم واحد، وتزود بقى فينتريكولار فايبريليشن، تزود فينتريكولار فايبريليشن يعني اهتزاز الفنتريكل، تزود مثلا فاسكولار موفمنت يعني اهتزاز الفيسل، الدم هو بيتحرك في الفيسل، ده بيعمل صوت بس مش صوت قوي، بيخلي الصوت الفيرست ارت ساوند يبقى واضح، لكن المين كوز عندك هو قفله المايترال والايه والتراكاسبت. تمام؟ طيب نيجي للي بعد كده. يبقى عرفنا ايه سبب الفيرست والسكند. الكاركتر بتاع الصوت او اللاودنس اوف ذا ساوند، ساعات يقوم قايل لك كده بعد ما يقول لك السبب، قول لي اللاودنس. اللاودنس دي زودها عندك في المذكره. لو قال لك ايه اللاودنس بتاع الساوند هتقول له ايه؟ مش موجوده عندك. حلو؟ ايه اللاودنس؟ الصوت اللي انا بعمله ببقي ده لو ده اصلا بيقولوا عليه ايه؟ لبدب لبدب. تمام؟ اللاودنس ده عايزك تقول له ان الفيرست ده اللي هو اللب والسكند ده اللي هو الضب. لبدب الصوت اللي احنا بنعمله ببقنا ده اسمه اللاودنس. خلاص؟ لبدب.
لاب دب. لاب ده اللي هو الايه الفيرست، والسكند ده اللي هو الايه السكند دب. خلاص يبقى لو قال لي لاودنس هتقول له لاب اللي هو الفيرست، دب اللي هو الايه السكند اللي هو الصوت اللي احنا بنعمله بايه بقى. طيب لو ما قاليش اللاود قال لي بقى البيتش بتاعه، ايه البيتش بتاعه؟ الاهتزاز بتاعه او الفريكوانسي بتاعه او التردد بتاعه بالعربي، يعني ما هو تردد الصوت؟ تردد الصوت يا جماعه بتاع الفيرست ماله؟ لو بيتش، والسكند هاي بيتش. تاني تردد الصوت هنا هتلاقيه كاتب لك لو بيتش، وهنا كاتب لك ايه؟ هاي بيتش. هي بتفرق معايا في ايه لو بيتش وهاي بيتش؟ ها قالوا لكم في السماعه ايه من ال من الدايفرام والبل او يكون بيسمع احسن؟ لا الايه؟ حد قال لكم حاجه زي كده او هيسالوكم فيها؟ هو الفكره كلها يا جماعه ان البل دي بتسمع مثلا اللو بيتش الاحسن مثلا يعني، والدايفرام دي بيسمع الهاي ايه؟ بيتش الاحسن. حلو؟ فاحنا لما بنعرف طبيعه الصوت بنعرف نسمعه بأني حته منين؟ السماعه. يعني الصوت ده لو بيتش، لو بيتش ده عامل زي صوت الرجاله، صوت الرجاله مش حد يا جماعه. يعني ايه مش حد؟ في فرق يا جماعه بين علو الصوت ورفع وتخن الصوت. صوت الرجاله تخين شويه. التخن بتاع الصوت ده بيبقى بيقولوا عليه لو بيتش، يعني صوت تخين شويه. الصوت التخين يتسمع احسن مثلا بيكون او البيل. طيب صوت السكند ده بتساوي رفيع مثلا، فعشان كده مثلا بيقولوا عليه ايه؟ هاي بيتش، زي صوت الستات كده رفيع المفروض. فلما يتسمع مثلا احسن من ايه؟ من الدايفرام. ففكره لو بيتش وهاي بيتش ليه يا جماعه؟ يعني ها ده هيخليك تحط السماعه في اي حته، بالدايفرام ولا بالايه؟ ولا بالكون. بمعنى ايه؟ انا مثلا عايز اسمع مثلا، يعني اديكم مثال، عايز اسمع الفيرست، فبقوم حاطط الايه؟ الكون عشان ده بيسمع احسن مثلا. طب مثلا عايز اسمع السكند، اقوم قالب وحاطط مثلا الايه؟ الدايفرام عشان بيسمع ايه؟ احسن. يبقى فكره لو بيتش وهاي بيتش عشان اسمعها بأني حته منين؟ من السماعه بس. يبقى في فرق يا جماعه بين البيتش، وفي فرق بين الايه؟ بين اللاودنس. اللاودنس يبقى عايز منك لاب وضب، اما البيتش يبقى عايز منك مين لو بيتش ومين ايه هاي بيتش. طيب هما الاثنين دول يا جماعه الطبيعي بتاعتهم بيتسمعوا ولا ما بيتسمعوش بالنورمال؟ بيتسمعوا سواء على اي منطقه من صدرك بتسمع الاثنين. طيب يقول لك الفيرست هارد ساوند، السؤال اللي بعديه، كونسيدز ويز، او دي مثلا كونسيدز ويز، يعني ها يقول لك كونسيدز ويز ويتش بارت اوف ذا كاردياك سايكل، يعني انت بتسمع الفيرست في انهي فيز في الكاردياك سايكل، او السكند في انهي فيز في الكاردياك سايكل. ايه رايكم يا جماعه؟ كنا قايلين ايه؟ الميترال والترايكاسبيد فين؟ في الايزو فوليميك كونتراكشن، ومش اي حته، في البيجيننج بتاع الايزو فوليميك كونتراكشن. يعني لو عايز تبقى دقيق، في بدايه الايزو فوليميك كونتراكشن، لان الفالف بيقفل في بدايته. طب لو قال لك السكند بسمعه في انهي قصه؟ في الايزو فوليميك ايه؟ ريلاكسيشن، في بدايه الايزو فوليميك ايه؟ ريلاكسيشن. مهم قوي كلمه بدايه دي يا جماعه. ليه مهم بدايه؟ لان ممكن يبقى لك في الام اس يو في النظري مثلا يقول لك هو السكند هارد ساوند بسمعه في نهايه انهي فيز، فاهمين؟ في نهايه انهي فيز. فهقول هنا ايه مثلا؟ لو قال لي في بدايه يبقى اختار ايزوفيليميك ريلاكسيشن، تخيل. طب لو قال لي في نهايه انهي فيز بختار الايه؟ البروتو دايستوليك، لان البروتو دايستوليك قبل الايزوفيليميك. انت متخيل الوضع ازاي؟ يعني كلمه واحده ممكن تغير في النظر. الكلام ده مهم، يعني ما اعتقدش انه في العمل اخش معاك في التفاصيل دي، بس مبدئيا السكند هارد ساوند في الايزوفيليميك ريلاكسيشن، سواء قال لك بدايه او نهايه، يعني غالبا يعني قال لك بسمعه مع اني فيز هتقول له ايزوفوليميك ايه؟ ريلاكسيشن. قال لك بسمعه مع اني فيز ايزوفوليميك ريلاكسيشن. قال لك بسمعه مع البيجيننج بتاع اني فيز برضه ايه؟ ايزوفوليميك ريلاكسيشن.
لكن لو قال لي بسمعه مع نهايه اني فيس كده يبقى هو خبيث بقى كده هو عايز بروتو داستر وده صعب عمره ما جابها عمره ما جابها في العمل. فانا بس انا بفهمكم ان هي بدايه الايزوفينيميك هي نهايه مين البروتو داستر والكلام ده في النظري. السؤال اللي بعد كده ساعات يقول لي التايم بتاع الساوند او الديوريشن بتاع الساوند هنا قد ايه وهنا قد ايه. ها الصوت الفيرست والسكند مين اطول يا جماعه؟ الفيرست حوالي 15 من 100 ثانيه اما السكند بيبقى كام؟ 12 او 11 من 100 ثانيه. متخيل الارقام مهمه؟ الارقام مهمه هنا حفظ. ده بيجي سؤال يقول لك ايه وقت الصوت؟ يعني الصوت اللي احنا عايزين بنقول الصوت بيقعد قد ايه وقت؟ الفيرست اطول بيقعد كام؟ 15 من 100 ثانيه. السكند بيطلع بيقعد كام؟ 12 من 100 ثانيه. في الكتاب مش عارف مره كاتب 14 من 15 هنا ممكن مره كاتب 11 ل 12. المهم الديوريشن مهمه يا جماعه وبتيجي في ايه؟ في الاسئله. طيب دول كده سهلين فيهم مشكله؟ دول النورمال هارت ساوند. الثيرد والفورث يا جماعه يعني لو جه بيسالك بقى اسئله عليهم اكسترا شويه دول اللي مليانين اسئله. الثيرد والفورث بيحصلوا اصلا نتيجه ايه؟ هنا كنا قايلين في النظري بقى فينتريكولار فايبريليشن وهنا برضو فينتريكولار ايه؟ فايبريليشن. طب ايه الفرق؟ الفرق ان دي بتحصل في انهي فيز السيرد؟ ها؟ السيرد في انهي فيز؟ مش اي فيلم لازم تحدد في انهي فيز؟ رابد فيلينج. السيرد بتحصل في فيز اسمها رابد فيلينج. طب والفورس في الاتريال سيستول. طب والاثنين بيتفقوا بايه؟ انك انت عندك ادي الرابد فيلينج الدم نازل جامد جدا 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 على الفنتركل فيقوم خابط في جدار الفنتركل فيعمل صوت فهو نتيجه الفنتريكولار فايبريليشن بس نتيجه ان الدم نازل جامد من الاتريا من الفنتركل في مرحله الرابيد فيلينج. طب امال ايه فرقه عن الفورس؟ برضه نفس الكلام. المره دي الاتريا ما يكونتراكت جامد فيزق الدم تحت جامد فبرضه هيعمل صوت يخبط في جدار الفنتركل فيعمل صوت. الاثنين يا جماعه نتيجه ان الدم نزل بسرعه من الاتريا من للفنتركل فقام خابط في جدار الفنتركل فعمل صوت يبقى هنا فنتريكولار فايبريليشن وهنا فنتريكولار فايبريليشن. الاثنين عشان بس لو موجوده في العمل غير كده عشان الكتاب الجديد كاتبها كده هنا فنتريكولار فايبريشن وهنا فنتريكولار فايبريشن بس هنا نتيجه مرحله الرابيد فيلينج وهنا نتيجه مرحله مين؟ الاتريال سيستول. وان يكن ساعات في الفورس هارت ساوند ساعات بيقولوا برضو ان غير الفنتريكولار فايبريشن الاتريوم نفسه هو بيكونتراكت بيعمل صوت او خلوشه كده فبرضو ممكن تزود ان نتيجه الاتريال كونتراكشن كمان. يبقى يا جماعه سواء سير او فورس الصوت بينتج من حركه الفنتركل وحركه الفنتركل دي يا دكتور بتحصل نتيجه الرابيد فيلينج او نتيجه الاتريال ايت سيستول. ولو عايز تزود ان في الفورس كمان نتيجه الاتريال كونتراكشن مفيش مشكله. طيب ده سبب الصوت. طيب اللاودنس مش مهم هنا تعرفه خالص ما بيسالكش عن اللاودنس لكن ممكن يسالك على البيتش بتاعه. البيتش بتاعه كام؟ الاثنين لو بيتش. وكده يا دكتور يبقى كل الاصوات لو بيتش ما عدا مين؟ السكند الوحيد اللي هاي بيتش. طيب الديوريشن هو عمره ما سال على ديوريشن، وان يكن هو كاتبها في الكتاب لو عايز تعرفها 5 من 100 تقريبا و3 من 100 ثانيه حاجه كده. خلاص؟ صوت قصير جدا يكاد يكون ما بيتسمعش. لكن عمره 5 من 100 و3 من 100 ده انا هشطب لك عشان اقول لك ان عمره ما سأل. احفظ بس الرقمين دول مهم قوي انك تبقى حافظهم لانه بيسال فيهم. يعني اكيد مش هسال خلاص؟ عمره ما سأل فيهم، عايز تعرفهم للضمان مفيش اي ايه مشكله. ده السرد والفرشان كده انا اصلا مش كاتبهم لك. عايز تزودهم زودهم. طب يا دكتور السرد والفرس دول يا دكتور بيتسمعوا على انهي اريا؟ ما انا عندي اربعه اريا.
هنا بسمع السكند اكتر وهنا السكند اكتر وهنا الفيرست اكتر وهنا الفيرست اكتر. طب السكند والفيرست لو حبيت تسمعهم لان هم صوت مش واضح خالص يا جماعه، فلو حبيت اسمعهم افضل اريا اسمعهم فين في الاربعه؟ المايتر اللي هو عند الايبكس وزي هارت. يبقى بيست اريا ان انا اسمع الاثنين دول يا جماعه على المايتر اريا هنا وعلى المايتر اريا هنا، تمام؟ ده الفرق بين السيرد والفورس. طيب مين فيهم يا جماعه بيتسمع في يونج؟ يعني مين فيهم من الاخر كده ممكن اسمعه نورمال من غير ما العيني عندي ديزيز؟ السير. يعني ممكن لو جيت لاخوك الصغير تسمع ضربات القلب بتاعته، تسمع عنده فيرست وسكند وكمان ايه؟ سير. لان ده ساعات بيبقى نورمال، السيرد ده ساعات بيبقى نورمال في يونج ايج. طب لو جالي بقى في الامتحان وقال لي مين يا دكتور النورمال هارت ساوند، هتختار مين؟ فيرست وسكند. طب افرض حط لي كمان اختيار تقول له السيرد في اليونج، يعني لو افترضت يعني جاب لك سؤال زي كده يبقى لازم تبقى عارف ان السيرد ممكن يتسمع، وده مش معناه ان العام مريض ولا حاجه، ممكن يتسمع نورمالي في اليونج. طب يا دكتور الفورس ده ما بسمعوش غير لما يبقى فيه مرض، طب ايه المرض غالبا اللي بيبقى مشكله ويعمل لي الفورس هارت ساوند؟ يعني لما تسمع الفورس هارت ساوند عند حد، وده نادر طبعا، عمرك ما هتسمعه ان شاء الله لغايه ما تموت، وعمرك برضه ما تسمع السيرد لغايه ما تموت، حلو؟ لكن لو سمعت صوت الفورس يبقى غالبا اللي عنده ايه؟ ها؟ اشمعنى حصل صوت في الفورس ده؟ او ليه ظهر؟ وامتى يظهر؟ غالبا يا جماعه بيبقى العند عنده هارت ايه؟ فيلير. طب ايه مشكله الهارت فيلير؟ لو انت تذاكر هارت فيلير في النظري، هو القلب مش بيعرف يسيستول ومش بيعرف ايه؟ يدايستول. هنا القلب مش عارف يدايستول، فتخيل القلب بتاعك مش عارف ايه؟ يدايستول، والاتريوم فوق قاعد بيحدف له ايه؟ الدم. ما يلحقش يدايستول، الدم يقوم خابط فيه بسرعه. المفروض عشان ما يحصلش توت يا جماعه القلب يريلاكس في نفس الوقت اللي الدم ايه؟ نازل فيه. طب لو القلب ما لحقش يريلاكس، الدم هيقوم خابط في جدار الفنتريك اللي يعمل صوت. يبقى دايما بيحصل في الهارت فيلير، عشان الهارت فيلير بيبقى فيه حاجه اسمها دايستوليك ديسفانكشن، بيخلي جدار الفنتريك الاستيف، يعني ايه استيف؟ ناشف، ما بيعرفش يريلاكس، فيقوم البلاد يخبط فيه اثناء الاتريال ايه؟ كونتراكشن، فالفايبريشن بتاعته بتحصل اكتر، فالصوت يتسمع ايه؟ احسن. فاهمين؟ يبقى ده لو قال لي امتى بسمع الفورس ده في حاله في الايه؟ الهارت فيلير. طب يا دكتور حلو قوي. السؤال اللي بعديه، يقول لك احنا ماشيين في المذكره بالترتيب يعني. طيب حاول بقى تشوف اللي جنبك عشان ما تنساش. ماشي. ايه التايب اوف ميرمر يا جماعه؟ هو ايه كلمه ميرمر اصلا؟ ها؟ الميرمر هو ابنورمال ساوند. الطبيعي يا جماعه ان انا ما بسمعش ميرمر في اي واحد مننا، ده ابنورمال ساوند. بيحصل نتيجه حاجه اسمها تربلنت بلاد فلو. ازاي بقى؟ ترجع للكلام بتاع زمان، كنا خدنا ان الدم يا جماعه ليه طريقتين في المرور في الوعاء الدموي. الطريقه النورمال اللي بتحصل فينا كلنا هي اللامينار بلاد فلو. ايه اللامينار بلاد فلو؟ ان البلاد فلو بيمشي، الدم بيمشي في صوره طبقات فوق بعضها. اسرع طبقه اللي في النص، ثم اقل سرعه اللي على الطرفين، ثم اقل خالص اللي جنب الجدار. يبقى الدم يا جماعه بيمشي في صورة طبقات. يعني نفترض ده البلاد اهو، ده البلاد اللي ماشي جوه البلاد فيسل. اسرع واحد اللي مين؟ اللي في النص. وكل ما تمشي ناحيه الاطراف السرعه بتقل لان احتكاك الاطراف بالجدار بيزيد، فالدم وماشي يتعطل شويه. لكن اللي في النص ماشي ايه؟ زي الصاروخ. ده اسمه لامينار بلاد فلو، يعني البلاد بيتحرك في صوره طبقات فوق بعضه. اسرع واحد اللي في النص وابطا واحد اللي ايه؟ اللي على الاطراف. ولما الدم يمشي كده ده بيحصل في الطبيعي مننا، وكده ملوش ايه؟ ملوش صوت. يبقى اللامينا البلاد فلو ده ما بيحصلوش صوت، عشان كده كلنا ما بنلاقيش عندنا ايه؟ صوت.
لو انا جبت السماعه وحطيتها على اي بلاد فيسل ما بسمعش حاجه. امتى يحصل صوت يا جماعه؟ كنا خدنا في النظري ان لما يبقى الجدار مثلا يتغير في الدايمتر ولا حاجه، يضيق ولا حاجه، يبدا الدم وهو معدي يحصل له ايه؟ دوامه. الدوامه دي اللي بنقول عليها بالانجليزي تربلنت، والتربلنت دي يا دكتور بتخلي الدم يخبط في الجدار بشكل ما فيقوم عامل لك صوت، بنسميه ايه بقى الصوت ده؟ والله لو الصوت حصل في الوعاء الدموي بنسميه بروي زي هنا كده. طب افرض الكلام ده حصل بس على مستوى القلب، يعني مثلا ادي القلب اهو حلو، الدم هو معدي من الاتريوم للفنتريكل، ضيقت الصمام ده، فلما ضيقت الصمام الدم برضو قام عامل ايه؟ دوامه. فلما يعمل دوامه يعمل لك صوت، مش هسمينا بقى بروي، هسمينا ايه؟ ميرمر. يبقى يا جماعه الميرمر والبروي الاثنين هو abnormal sound نتيجه تربلنت بلاط ايه؟ فلو. الميرمر والبروي هما abnormal sound نتيجه ايه؟ تربلنت بلاط فلو. بس على مستوى القلب بنقول عليه ميرمر، وعلى مستوى البلاط فيسل بنقول عليه ايه؟ بروي. يبقى الاثنين مرادفين او الاثنين نفس الفكره، تربلنت بلاط فلو. طيب الميرمر ايه اسبابه؟ وده بيجي كتير بقى، يقول لك الميرمر قول لي السيستوليك ميرمر. بعد ما يسألك مثلا لو سألك ايه الميرمر، يسألك قول لي السيستوليك ميرمر. السيستوليك ميرمر، أو يقول لك قول لي سببين للدايستوليك ميرمر. ده جه قبل كده. سببين للسيستوليك ميرمر أو سببين للدايستوليك ميرمر. من الآخر يا جماعة افتكر وقت السيستول ايه اللي بيحصل. ووقت السيستول يا جماعة مين بيبقى مفتوح ومين مقفول؟ السيستول الطبيعي ان انا افتح الاورطة والبلمونري ولا افتح الميترال والتريكاسبي؟ الاورطة والبلمونري، يعني ده اللي هيبقى مفتوح عشان الدم يعدي هنا وقت السيستول، صح؟ وده اللي المفروض يبقى ايه؟ مقفول، صح؟ فلو سمعت صوت وقت السيستول تتوقع سبب الصوت ايه؟ مين اللي يعمل لي تربلنس؟ المفتوح ضيقه، يعني ستينوزس في الاورطة والايه؟ بلمونري. والمقفول هوي، يعني هوي يعني ريجيرج، الدم عدى كده نتيجه ان هنا دم هوي، ريجيرج في الايه؟ الميترال والتريكارد. يبقى لما حضرتك تسمع صوت وقت السيستول قدامك سببين، يا اما الدم بيعدي في مكان ضيق اللي هو مفتوح اللي هو المفروض الاورطه والبلمونري بدل ما كانوا مفتوحين على اخرهم داقوا فعملوا صوت، يا اما الدم هنا هو عدى من باب الباب المفروض المايتر والتركاس بتبقى مقفول، لا ده ما اتقفلش كويس فابتدى شويه دم يتسربوا هنا حصل ريجيرش في المايتر والتركاس فده اللي عمل صوت. يبقى لما يقول لي ايه سبب الصوت بتاع السيستوليك ميدمر، يبقى يا اما استينوزس في الاورطه والبلمونر، يا اما ريجيرش في الايه؟ في المايتر والتركاس. طب وقت الدايستول لو قال لي ايه سبب الاصوات بتاع الدايستول يا جماعه؟ تقوم انت مفكر هو وقت الدايستول كده ايه اللي المفروض يبقى مفتوح في دماغك؟ يعني مين اللي مفتوح ومين اللي مقفول؟ المفروض ده بيبقى مقفول وعشان ده وقت دايستول فالمفروض ده اللي يبقى مفتوح عشان اعدي الدم كده، صح؟ فالطبيعي المفتوح قلنا نعمل فيه ايه؟ نضيقه. لو ده داق يا جماعه، لو ده داق الدم هنا يبقى ايه؟ تربلنس، فمايتر وتريكاسبت ستينوزس. طيب المقفول ايه؟ يهوي، ريجيرج في الاورطة والبلمونري. ريجيرج هي انسفشنسي، هي انكومبتنت، انكومبتنت التلاتة نفس المرادف. يقول لك ريجيرج انكومبتنت انكومبتنت او انسفشنسي كلهم التلاتة معناه ان الفالف ده مهوي. خلاص؟ يبقى حضرتك فكر كده، يقول لك مرمر وقت السستول، تقوم انت مفكر هو وقت السستول بفتح مين؟ تكلم نفسك اورطة وبلمونري يبقى استينوزس فيه. ويبقى اللي عكسهم المايتر والتركاز بتسيبهم ايه؟ ريجيرش. طيب يقول لك دايستوليك ميرمر، هو وقت الدايستول بفتح مين؟ مايتر والتركاز، يبقى ستينوزس فيهم، ويبقى الناحيه التانيين هم اللي ايه؟ ريجيرش. سهلين؟ مش محتاج تقعد عشان انت في الامتحان هتتلخبط. لو انت حافظ وقت الاستريس وقت البتاع ممكن تتلخبط. فجيبها بدماغك سيستول بفتح اورطه وبلمونري يبقى ضيقهم. واللي عكسهم ايه؟ ريجيرش، اللي هو اورطه مايتر والتركاز بتسيبهم ريجيرش. طب وقت الدايستول بفتح مايترال وترايكاربل يبقى ضيق دول اللي هم ستينوزس فيهم والتانيين هم اللي فيهم ايه؟ ريجيرج. يبقى احفظ احفظ فكر كده وقت السيستول مين مفتوح ومين مقفول هتلاقي الموضوع ايه بالظبط. هي التهويه دي كانت مقصود ازاي؟
يعني انت عارف ان الفيوز بتيجي من لا من الصوت من الصوت تربل انت برضه تربل انت حته ضيقه بدل ما البتاع كان بيقفل رد فالدم بيعدي من الحته دي تعمل لك شوبر يعني الدم بيرد ثاني يرجع تاني يرجع تاني على ايتم. طيب يبقى كده ايه سبب الدستوليك مرمر والسيستوليك مرمر في النيرف وعرفنا كمان التايبس اوف بلاد فلو. طيب السؤال اللي بعديه يقول لك ايه هو وده ليه برضه قبل كده مهم قوي يقول لك ويتش هارت ساوند اوكير ات ذا تايم اوف ذا بلس. مش فاهم يعني ايه يا دكتور. بص وانا اعرف منين فيرست تو سكند انا عايز اتاكد من فيرست تو سكند. لا تعرف عشان اتاكد من فيرست تو سكند ايه يعني اديكم مثال اديكم مثال انا قلت لكم بحط السماعه الاورطه والبلمونه اللي بص كده بتلاقي الصوت عامل كده تيجي تقلب مايكر وتردده تلاقي كده فاهمين؟ الصوت بيغير شوية وانت بتتنقل. طب هتقول لي طب يا دكتور برضو انا يعني الصوت ده سريع ما خدش بالي مين فيرست ومين ايه؟ سكند. طب انت عايز تتأكد مين فيرست وسكند بتعمل ايه؟ قال لك وانت حاطط السماعة على صدر العيان حلو؟ في نفس الوقت بإيدك هو انا حاطط سماعة على صدر العيان الإيد التانية حس البلس بتاع العيان حس البلس يعني بص اهو انا حاطط سماعه هنا بايد والايد الثانيه ايه حاسس بلس. هتقول لي طب وايه الفرق بقى انا حاطط السماعه كده على صدره اهو وادي دراعه ادي دراعه اهو يا دكتور هعمل كده بالظبط سماعه على صدره وايدي على دراع العيان هعمل ايه بقى بص الصوت اللي اسمعه وقت النبض يبقى ده ايه السيستول يعني اديك مثال تخيل معايا طلعت البلس ولما بحس ان البلس هنا بينبض معايا يبقى ده الفيرست الطلعه بتاع النبض دي تبقى ايه السيستول اللي هو الفيرست مش طلعه النبض دي يا جماعه اللي هو وقت اللي غالبا السيستول واحنا قلنا ان الفيرست ده بيحصل في الايه ايزوفيليميك كونتراكشن يعني بدايه الايه السيستول يبقى لما اسمع الفيرست يبقى انا هتلاقي في نفس الوقت غالبا البلس بايه بيتحس يبقى لما يجي يقول لك اهو بيقول لك ويتش هارت ساوند اوكير ات ذا سيم تايم اوف بريفرال بلس هو انا بحس البلس امتى يا جماعه؟ خدنا في النظري لما يبدا السيستوليك يعلى عن مين دايستوليك هناخد دلوقتي البلس هناخده بس احنا المفروض ان البلس بيتحس لما السيستول يعلى عن تلاقي البلس ده اول ما القلب يعمل سيستول تلاقيك بتحس البلس يبقى مين وانا حاطط السماعه بسمعه مع البلس؟ الفيرست يبقى الفيرست ساوند هو اللي بيتسمع مع مين؟ مع البلس تمام؟ ده أول سؤال. طيب، طب هو بيقول لك كده ليه؟ ما هو بيقول لك عشان تعرف سيستوليك ميرمر من دايستوليك ميرمر لازم تحط إيدك هنا وسماعتك هنا. إزاي بقى؟ أهو بيقول لك to determine systolic murmur by hearing murmur after first إيه؟ heart sound يعني ديك مثال. افرض يا دكتور أنا حاطط السماعة هنا. وايده اهي والمفروض ان انا بسمع الصوت كده اهو الضربه الاولانيه دي ايه الفيرست عرفت منين لاني في نفس ما كنت بسمعها كان بيحصل ايه بلس طب افرض وانا بسمع الفيرست اكتب كده في حاجه مهوايه يبقى في حاجه غلط في الايه حلو صح في حاجه غلط في وقت الايه الفيرست اللي هو وقت الايه السيستول يبقى ده المشكله العيان ده عنده ايه سيستوليك ميرمر يبقى بفكر في مين في دول طب افرض وانا بعمل كده يا دكتور حاطط السماعه ايه كده لا
لا ده كده بجد 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 يبقى المشكله لا مش رجال مش رجال هو ده مشكله في الايه في السكن يبقى مشكله في الايه في الدايستول يبقى العيان ده عنده حاجه من اثنين يا اما مايتر الميترايبراسمك ستينوزس يا اما اورطه وبالمونري ايه رجال فاهمين يعني ده مش شرط يكون حاجه مهوله مش شرط لان كل صوت من دول ان شاء الله لما تكبروا هتلاقي لهم شكل مميز كل صوت عامل زي فكره الويزس اللي خدتوها والتريبيتيشن وبتاع صوت مميز انت المفروض بقى بتقعد تحفظ الصوت ده ودنك بتحفظه بحيث انك اول ما تلاقي وقت السيستول صوت معين كده يبقى ده اه ده ده ايجكشن سيستوليك ميرمر ده سيستوليك ميرمر ده او سيستوليك عرفت منين هو صوت انا عارفه وقت السيستول والصوت ده انا عارف ده بتاع الايه الاورتيك ستينوز يبقى خلاص كده وقت السيستول وكده يبقى اورتيك ستينوز صوته مختلف عن المايتر ريجيت يبقى ده صوت ثاني خالص فاهمين يا جماعه يبقى انت فكره البلس يبقى البلس بيعمل ايه يا جماعه البلس بيعمل ايه البلس بيعرفني الفيرست هارت ساوند طب لما اعرف الفيرست هارت ساوند يبقى عرفت اللي جاي بعدها كله يبقى سيستوليك ميرمر يبقى اللي بعد بعد البلس على طول ده سيستوليك ميرمر فاهمين وانا عارف مين السيستوليك ميرمر ويبقى مع نزله البلس ده الدايستوليك ايه ميرمر طيب انا فهمت الفكره بتاع حته ان انا اقارن البلس بالايه بالهارت ساوند هو ممكن يا دكتور البلس يختلف عن الهارت ساوند اه يعني ممكن احط السماعه على قلب واحد اسمع مثلا اعد ضربات القلب الاقيهم 150 ضربه واحطهم على ايد العيان احس 120 ضربه اه ايه ده يعني ممكن الاوسكالتاتوري يختلف عن البلباتوري اللي مسموع عن اللي محسوس في دراع العيان اه ده ما يعرف وهناخده كمان شويه في البلس باسم ها بلس ديفيسيت ديفيسيت يعني ايه نقص هناخده كمان شويه في الايه في البلس ممكن يجيبها لي يقول لي هو لو حصل ديفرنس بتوين الاوسكالتاتوري هارت ساوند مع البلباتوري بلس يعني اللي انت بتسمعه بسماعتك من اللي انت بتحسه بايدك بتسمع بالسماعه لقيت 150 ضربه وبتحس بايدك لقيت 120 ضربه كده يبقى العيان ده عنده ايه ده البلس لما يبقى مختلف يا جماعه اللي سمعته بودنك عن اللي حسيته بايدك بيتقال عليه بلس ديفيسيت 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 او افتكر دي مع دي ديفيسيت ديفرنس افتكر ايه ديفيسيت ديفرنس سهله يبقى الديفيسيت هو ايه ديفرنس ديفرنس ما بين ايه اللي بتسمعه من اللي بتحسه اللي بتسمعه بالسماعه من اللي بتحسه بايدك طب ده بنلاقيه في امراض ايه بقى يا جماعه مرضين مرضين خدوهم مرض اسمه ايه اتريال اكسترا سيستول او اكسترا سيستول بصفه عامه اكسترا سيستول ومرض ثاني اسمه ايه فايبريليشن الاتريال فايبريليشن يبقى الديفست ده يا جماعه بيبقى موجود في المرضين دول الاكسترا سيستول والايه والفايبريشن طب هتقول لي طب هو في فرق ما بينهم يا دكتور قال لك اه قال لك لو الفرق زي ما انت بتقول كده واحد 150 واحد 120 يعني الفرق اكتر من 10 اكتر من 10 الفرق 30 30 ده اكتر من كام لو الفرق اكتر من 10 ضربات يبقى غالبا عنده اتريال فايبريشن طب لو الفرق اقل من 10 ضربات قال لك يبقى غالبا عنده اكسترا سيستول يعني لو لقيت مثلا اللي سمعته 100 واللي حسيته 95 يبقى فرق 5 ضربات بس يبقى دي غالبا اكسترا ستون خلاص يبقى ممكن اللي بتسمع بالودان يختلف عن اللي بحسه بعض الضربات ما تتحسش كويس امتى يا دكتور في مرضين الاكسترا ستون والفايبريشن اعرفهم ازاي الاكسترا ستون بلاقي الفرق اقل من 10 الفايبريشن بلاقي الفرق اكتر من كام من 10 وده الايه الفكره بتاع الهارت ساوند كلها يا جماعه يبقى إيه لك بس سؤال في الهارت ساوند في حاجه اسمها فيسيولوجيكال سبليتنج اوف الهارت ساوند ودي خدناها بقى ايه الفيسيولوجيكال سبليتنج اوف الهارت ساوند بص يا دكتور
مش المفروض لسه قايلين دلوقتي ان في فيل ستارت ساوند ايه والمفروض بعد كده سكند ايه هاب ساوند وبعد كده نرجع تاني يبقى في ايه فيرست وبعد كده يبقى في ايه سكند وهكذا مش احنا ماشيين كده طيب ساعات بنلاقي السكند هاب ساوند ده اللي هو المفروض جاي من قفله مين اورت وبالمونري نلاقي حاجه غريبه جدا السكند هاب ساوند ده يتسمع كانه صوتين كده ورا بعض صوتين ورا بعض تاني يبقى بتسمع الفيرست وبعد كده السكند يتسمعوا كانهم كام صوت اتنين طب ما هو المفروض يا دكتور السكند ده بسمعه نتيجه قفل الاورطه والبلمونت لما اسمعوا صوتين او لما يتقسموا اتنين يبقى اكيد الاورطه ما بقاش يقفل مع الايه بلمونت طب مين سبق اللي سبق اكل النبأ اللي هو مين اللي حرف الايه طبعا الايه يسبق البي الايه ده اول حرف فالاورطه يسبق مين البلمونت يبقى السبليتنج هو ان القصب بتاع الاورطه قفل ايرلي شويه عن القصب بتاع البلمونري طب هل ده نورمال ولا مش نورمال فينا اي واحد مننا نورمال ممكن الاورطه يسبق سنه البلمونري امتى قال لك في حاله الايه ها الانسبيريشن يعني لو انا حطيت السماعه على صدر العيان وانا بحط السماعه قلت له خد نفس وهو بياخد نفس لو انا بسمع ضربات القلب ممكن تلاقي السكند كده بقى مسموع حتتين مش حته واحده حلو يا استاذ انا بعمل ازاي السكند مسموع حتتين اكنه عنده ثلاث اصوات فاهم هو انت يعني كنت سمعت الفيرست السكند عشان تسمع السبليتنج بتاع دي ادغاص تمام لا انت هتسمعها ولا انا هسمعها معقدين بس خلاص اه دي حاجات كده يعني ايه ان شاء الله الناس اللي هم بيموتوا بقى على العلم هم دول ان شاء الله يسمعوها في الجامعة احنا مش مالنا ماشي ايه بقى السبليتنج ان الاورطة سبق البلمونري قال لك ايه السبب السبب هو ان في وقت الانسبيريشن ركز معايا الانسبيريشن انا باخد هواء كتير فعايز اخد ايه دم كتير لان لازم يحصل جاز اكسشينج صح طب هجيب دم كتير منين هو اللنج يا جماعه بتاخد دم منين اللنج بتاخد دم منين بتاخد من الرايت ولا من الليفت من الرايت ادي اللنج اهي وقت الانسبيريشن عايزه تاخد دم كتير بتاخد من الرايت سايد اوف ذا هارت ولا من الليفت سايد لا دي بتاخد من الرايت وبتدي مين الليفت طيب قال لك لما باخد نفس في هواء دخل الرئه كتير فعايز دم كتير فبيقوم ساحب الدم منين من الرايت سايد طب لما يسحب الدم من الرايت يزود هنا الفينس ريتير فالدم يخش هنا كتير قوي كتير حلو يحصل ايه بقى ياخد دم كتير من الفينس ويدخل دم كتير الرايت سايد وبعد كده رايت اتريوم وبعد كده فينتريكل وبعد كده البلمونري وبعد كده الانسبيريشن المهم يعني يا دكتور بيشفط دم كتير من الجسم فيدخل دم كتير الرايت سايد فعلى ما البلمونري بيقفل بياخد وقت شويه لان الدم في الرايت سايد بقى كتير فعلى ما الدم ده يتحرك ويروح على الرئه البلمونري على ما بيجي يقفل بيتاخر سنه بيحصل له ديلي شويه في الكلوجر عشان الرايت سايد بقى مليان ايه دم عكس الليفت سايد يعني ايه الليفت سايد بص بقى في وقت الانسبيريشن الرئه ما بتديش دم كويس لمين للليفت سايد فالدم اللي يبقى في الليفت اتريوم قليل والدم اللي نازل في الليفت فينتريكل قليل شويه فبالتالي الاورطه لما بيجي هنا يقفل يقفل ايه يقفل بسهوله بسرعه فقفله الاورطه تسبق الايه البلمونري بالاخر انا الرئه بسحب دم من الرايت سايد عشان اسحب دم من الرايت سايد هجيبه من الفينس سيستم وادخله الرايت سايد واديه للرئه الكلام ده بياخد وقت فالبلمونري بيتاخر في القفل شويه في نفس الوقت انا ما بدخل بالدم بتاعي ما بدوش لمين للليفت سايد لان انا محتاجه في عمليه الايه الجاز اكسشينج
فالليفت سايد ما بياخدش دم كويس وبالتالي الدم فيه قليل وبالتالي الاورطه ما بياخدش وقت ويقفل ايه بسرعه. هتقول احنا بنتكلم عن كسور من السوائل. الاورطه يا دوبك بيسبق بكسر من الثانيه عن مين؟ البلمونري يكاد يكون مفيش حاجه. بس يعني لو حصلت هتحصل في وقت مين؟ الانسبيريشن. يبقى يا جماعه احفظ كده معايا، ما هو السبليتنج اوف السكندر ساوند؟ هو ان السكندر ساوند يتسمع صوتين، الاورطه يسبق البلمونري. ايه السبب؟ قال لك عشان الانسبيريشن بيزود الفينس ريتيرن فبيزود البلاد اللي راجع للرايت سايد اوف ذا هارت، فبيعمل ديلي في مين؟ في البلمونري، لكن بيقل الدم اللي راح للليفت سايد فبيخلي الاورطه يقفل ايه؟ ارمي بس. هتقول يا دكتور انا مش عارف اترجمها، يا عم ما انا عارف قبل ما اجاوب السؤال ان الايه سبق البي، يبقى البلمونري اتاخر عشان الدم كتير والاورطه بسرعه عشان الدم ايه قليل. يبقى انا اصلا بوجه نفسي وانا بجاوب، انا عارف ايه سبق مين، فبالتالي انا بقى يعني بقوص الاجابه على حسب ما انا ايه؟ ما انا عارف. ما تروحش تقول احسن الكتاب احسن، يا عم قوصها زي ما انت عايز تقوصها، المهم تطلع باي شكل وخلاص. تمام؟ يعني ممكن هو ازاي كل واحد يقوص خلاص؟ كل واحد بقى يقوص بيدي فرصه للدم. انا قوصت وانا صغير. يعني ينفع اقول ان هو بيقوص؟ يا عم احسن ايه يعني؟ الدم بيدي فرصه للدم اللي يعدي براحتك. عادي ليه؟ الله بيدي فرصه للدم والله. يعني المفروض في الانسبريشن العادي. أنا نقعد نخش في تفاصيل تموتنا انا وانت. تمام؟ دي بتقولي ولا بالنورمال يعني. كده خلصنا اول درس الهارت ساوند. نيجي للدرس الثاني اللي هو البلس. البلس. بص كده. ما هو الكونتينوس ميرمر؟ لا الكونتينوس ميرمر هو ان انا بسمع صوت وقت السيستول والايه؟ والدستول. يعني ايه يا دكتور؟ يعني من الاخر ببقى حاطط ايدي كده وسمعتي كده. المفروض لو المشكله في السيستول بلاقي يبقى في السيستول، لو في الدستول بلاقي مثلا ايه؟ في وقت مين؟ الدستول. طب افرض انا حاطط ايدي كده وسمعتي كده ولقيت الصوت عامل كده. الاثنين بايظين. الاثنين في السكرانس، الاثنين ضايعين. لا في سيستول كويس ولا دايستوليك كويس. ده ساعات بيقولوا عليه ماشينري ميرمر او سيستوليك ودايستوليك ميرمر. ده غالبا اما العيان عنده مشكلتين، بس طبعا هو في الكتاب مش كاتب لك كده، يعني مثلا اديك مثال. يعني ممكن يبقى العيان ده مثلا سوء الحظ عنده اورتيك ستينوزس مع مثلا مايترال ستينوزس. ممكن يبقى عنده ايه؟ مشكلتين، بس ده مش موجود في الكتاب. لكن اللي مكتوب في الكتاب ايه؟ ان ممكن يبقى عنده مرض اسمه بي دي ايه، بيتنت داكتس ارتريوزس. البيتنت داكتس ارتريوزس ده يا جماعه بتعمل صوت في السيستول والداستول. ليه بقى؟ لان على طول الاورطة اعلى من البلمونري، فعلى طول الاورطة قاعد يزق الدم على البلمونري، فقاعد الدم يعمل تيربلنت سواء وقت سيستول او وقت ايه؟ داستول. البي دي ايه، وما هو البي دي ايه؟ خدتوا الكلام ده في الاناتومي. البي دي ايه هو البيتنت داكتس ارتيوزس، اللي هي الوصله ما بين الاورطه والبلمونري. لما الاورطه بيتحرك الدم من جواه يرمي ناحيه مين؟ البلمونري. فعلى طول الاورطه ضغطه اعلى من البلمونري، فعلى طول الدم بيتحرك، فعلى طول في صوت سواء وقت السيستول او وقت مين؟ الدايستول. ده بنسميه مين؟ بنسميه سيستوليك ودايستوليك ميرمر الاثنين، او يقولوا عليه ايه؟ كونتينوس ميرمر. يقول عليه كونتينوس ميرمر. ايوه هو دي، لان كلمه كونتينوس ميرمر، كونتينوس ميرمر ده في وقت مين يا جماعه؟ البي دي اي. كونتينوس ميرمر بي دي ليه؟ لان الصوت مستمر على طول. حلو كده. في حاجه ثانيه في الساوند عندك؟ طب تعالى بقى للباص. البلس. نيجي للبلس. اول حاجه يسالك، يعني انا حاطط لك حتى صوره في المذكره كده، اول حاجه ديفينيشن اوف بلس. ما هو البلس؟ ليه احنا بنحس بلس؟ فاكرين النظر يا جماعه؟
كنا بنقول ايه؟ ان في حاجه اسمها دايستوليك بلاد بريشر وايه؟ سيستوليك بلاد بريشر. الدايستوليك بلاد بريشر الضغط بتاعك على طول كامل. تمام، اول ما يعلى يبقى 120 بتحس بضغط. ينزل تاني 80 الباص يختفي. يعلى 120 يبقى ايه؟ الباص يتحس. يقل 80 الباص، يعني البيس بتاعك كامل. ضغطك على طول كامل. 80 الضغط في الوعاء الدموي ده على طول 80. ويجي وقت السيستول يعلى يبقى كام؟ 120. يبقى ليه انت بتحس بضغط في ايدك؟ هو كاتب لك في الكتاب ايه؟ كاتب لك اتس اريزميك دايلاتيشن اوف الارتر، يعني الارتر بيوسع شويه. امتى بقى؟ امتى بيوسع؟ اهو ريزلت فروم بيتنج اوف ذا هارت او سيستول اوف ذا هارت، يعني لما القلب يعمل بيتنج او سيستول يبدا الارتر يوسع. يبقى هو كان وقت الدايستول ضيق، واول ما حصل سيستول ايه؟ يوسع. وبعدين يرجع يضيق، وبعد كده وقت السيستول ايه؟ يوسع، وبعد كده يرجع يضيق، وبعدين وقت السيستول. يبقى احنا بنحس البلس، ده الديفينيشن اوف ذا بلس، ارتيريال دايلاتيشن مع السيستوليك بريشر، ارتيريال دايلاتيشن مع الهارت بيت. هي هي خلاص. في بعض الكتب تكتبه هو السيستوليك لما يعلى عن مين؟ الدايستوليك. عادي برضه صح. يبقى الديفينيشن اوف ذا بلس سهل يا جماعه، هو الارتري دايلاتيشن وقت السيستول او وقت الهارت بيت، لان هو بيتحس ال 120. عشان كده في حاجه اسمها البلس بريشر. ما هو البلس بريشر؟ ما هو البلس بريشر؟ هو انك تاخد السيستوليك بلاد بريشر اللي هو 120 وتطرحه من الدايستوليك بلاد بريشر اللي هو 80، هيديك 40 ملم زئبق بقري. يبقى احنا قوه البلس بتاعنا مقدارها كام؟ 40. قوه بلسنا كام يا جماعه؟ 40. لان الطبيعي بتاعنا اصلا ده البيز لاين، الصفر بتاعي عندي هنا 80. 80 دي بالنسبه لي صفر. اعلى 120 يبقى كده احس بلس. يبقى من 80 ل 120 كام؟ 40. طيب امتى البلس يبقى قوي؟ امتى يبقى ضعيف؟ امتى يبقى متساوي؟ امتى ما يبقاش متساوي؟ هو ده بقى اللي المفروض هنعرفه. بس قبل ما اقول لك التغيرات اللي بتحصل في البلس، تعالى اقول لك احنا بنحس البلس يا جماعه بطريقه اسمها 3 فينجر تيست. اسمها ايه؟ 3 فينجر تيست، او 3 فينجر تيست. خلاص؟ ايه 3 فينجر تيست دول؟ ده اسمه الاندكس فينجر، ده اسمه الميدل فينجر، ده اسمه الرينج فينجر اللي بتلبس فيه الخاتم، ده اسمه الايه؟ رينج فينجر. خلاص؟ ما تلخبطش بقى، رينج فينجر ده بتاع الخاتم. الاندكس والايه؟ الميدل. بص بقى، انا بحط ايدي على دراع العيان كده. خلاص؟ بعمل ايه بقى؟ ها؟ بس انا بحس باليمين، فتعالى كده هنقل لك الرينج عشان تتخيل معايا. انا اهو بعمل كده. حلو؟ الثلاث صوابع دول بيعملوا ايه بقى؟ الرينج ده او الان حلو. اول واحد ده بيعمل ايه؟ اول واحد يعني سيبك من السبعين دول، اول واحد ده بيعمل ايه؟ ضغطه خفيفه بارشل بريشر. ايه فايده البارشل بريشر اللي اول واحد عملها؟ ان هو يعمل تربل، لان الدم البلاد فلو نفسه لامينر ده ما بيعملش صوت ولا بيتحس ولا اي حاجه. فبحط اول صابع ده يعمل لي شويه ايه؟ تربل. مش مش مهم. المهم يا جماعه، لا لا مش مهم. ماشي بقول لحضرتك، هو انا ينفع بصبر ولا ممكن لازم تقعد صوابع وست؟ لا لا اقعد بس فين؟ هنا. احنا بنتكلم يا جماعه عن الستاندرد، ازاي بنحس البلس. محدش يجي يقول لي زي ما الدكتور بيقول ايه، ممكن بصابع واحد احس، ماشي اعمل تربلنت واحس بنفس الصابع، دي قصه تانيه عادي. ما انا العادي بتاعي انا بعمل كده او بعمل كده، بس ممكن بصابع واحد.
لكن احنا بنتكلم على الستاندرد، عشان تحس كويس وعشان تعمل كويس يبقى لازم الثلاث صوابع. المهم يعني ايا كان مين الفينجر ومين اللي بيعمل، المهم ان الصابع القريب من الجسم، ادي القلب اهو، فالقلب بيضخ الدم كده، سواء انت عملت ايدك كده او عملت ايدك كده مش تفرق كتير، المهم ان الصابع القريب القريب من الجسم يبقى ماله، هو اللي عامل بارشال ايه بريشر، عشان ده اللي بيعمل ايه تيرفت. والصابع البعيد عن الجسم اللي هو الديستال يبقى عامل كومبليت بريشر عشان يقفل الايه البلاد خالص. يبقى القريب ده عامل ايه ضغطه خفيفه، والبعيد ده عامل ضغطه ايه قويه. الضغطه الخفيفه دي تخلي الدم هنا يحصل له ايه تيرفت. فتخيل ده كده قام عامل ضغطه خفيفه للناحيه دي، واللي هناك ده قام عامل ضغطه جويه، فدلوقتي شويه الدم اللي هنا ده فيهم ايه تيربنس. تقوم انت بالصابع اللي في النص ايه تحس بقى. يبقى مين اللي بيحس يا جماعه؟ اللي في النص. اللي في النص هو اللي ايه اللي بيحس. اللي ناحيه القلب بيعمل بارشيال بريشر، الابعد الديستال يعمل ايه ها يعمل كومبليت بريشر. تاني ثلاث اصابع يعني تنصح يا دكتور ثلاث اصابع دكتور الصباع اهو هقسمهم ثلاث صباع. الصباع الاولاني اللي هو ده اللي ناحيه القلب بروكسيمال، افتكروا البي بروكسيمال. البروكسيمال عامل ايه؟ بارشل بريشر، بارشل كومبريشن. اما اللي ناحيه بره اللي هو الديستال البعيد عن القلب عامل ايه؟ كومبليت اوكلوجن او بريشر. امال الميدل ده بيعمل ايه؟ بيفلت بقى، هو ده اللي بيحس. سهل ايا كان صابع مين احسن هتختلف يا جماعه. يعني انا بص زي ما زمايلكم كده بيقول، انا ممكن احسب كده اقيسه كده بقى، مين هنا اللي بروكسيمال ومين ديستال؟ المفروض هنا الرينج هنا هو اللي ايه الرينج هو البروكسيمال والاندكس هو الديستال. طب افرض انا عملت كده بقى الرينج برضو هو اللي بقى الرينج هنا برضو بروكسيمال وهنا الاندكس ايه ديستال. طب افرض انا عملت كده حلو بقى الاندكس هو اللي بروكسيمال والرينج هو ايا كان يا جماعه ايا كان القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول القريب القريب ايا كان اللي انت تستخدمه ايه وايا كان هو كاتبه لك ايه في الكتاب، هو مش قاعده ثابته بس على العموم لو كاتبها في الكتاب حاجه معينه نحفظها في الكتاب. بس القاعده بتقول ان القريب هو اللي يعمل برشا والبعيد يقفل واللي في النص يحس. خلاص؟ طبعا برضو زي ما زميلكم بيقول ما ممكن احس بصبعي ممكن عادي انت تضغط وتحس بنفس الصبع دي انت كده توصل لدرجه واحد تاني، لكن بنتكلم على الاستاندرد يا جماعه عن الصح ايه. تمام؟ ده طريقه البص. فلو جاب لي يا جماعه الطريقه خلي بالك انا بقول لك اهو، لو جاب لك الرسمه دي وسالك في الامتحان هو ايه التست ده او ايه الطريقه دي او ايه الميثود ده، انا بقول لك انت هتنسى. اسمها ايه؟ ثري فينجر تيست. اسمها ثري فينجر تيست. طيب النقطه اللي بعدها يقول لك ايه الاماكن السايتس اللي بتحس فيها البلس. يعني هل يا جماعه انا ما بحسش البلس غير على دراع العيان؟ لا، ده انا جسمي مليان ايه؟ ممكن احسه في الشرايين، ممكن احسه على الريديا الارض، ممكن احسه على الالنا الارض، ممكن احسه على البريكيا الارض، ممكن احسه على الاكزيلاري الارض، ممكن احسه على الكاروتيد، ممكن احسه على الفيشيا، ممكن احسه على السوبرفيشال تيمبر، ممكن احسه على الفيمورال، ممكن احسه على البوبليتيه. كل دي ارتز انت خدتها في منهجك ينفع تتحس، وكل دي حاجات احنا فعلا بنحسها سواء في وشك او في ايدك او في رجلك. جيت الامتحان قبل كده قال له اذكر ثلاثه سايتس مثلا للبلس، ثلاث اماكن اي مكان فضل يا جماعه ايه ينفع. الارتز الكبيره اللارج ارتز، ريديال، ألنر، بريكيال، اكزيلاري، كاروتيد، فيشيال، سوبرفيشيال تيمبرال، تيمورال، بوبليتيال، انتيرور تيبيال، بوستيرور تيبيال، كل دي اماكن ممكن احس فيها الايه؟ البلس. تخيل؟ طيب فانت حفظت الاماكن دي
لكن هو مش بيدقق لفين بالظبط. طبعا ان شاء الله لما تكبر تبقى في سنه 5 في الامتحانات الشامله بيسالك ايه الاماكن دي بالظبط، كاروتيد فين، الاكسلري فين، الفيشه فين بالظبط، السوبرفيشال تيمبرال فين، الحاجات دي بعد كده. لكن دلوقتي اعرف ايه الاماكن. طيب يبقى عرفنا ما هو البلس، ما طريقه قياس البلس اللي هي 3 فينجر تيست. اللي بعد كده السؤال اللي بعديه ايه الاماكن بتاع البلس، الحاجه اللي بعد كده الكاركتر بتاع البلس او البروبيرتيز اوف ذا بلس. ايه الكاركتر بتاع البلس بقى يا جماعه؟ ايه الكاركتر بتاع البلس؟ ما هي الميثود بتاع البلس؟ ما هي السايتس اللي بحس فيها البلس؟ ودلوقتي الكاركتر، ممكن يسألك في الكاركتر بصفة عامة أو البروبيت، وممكن يسألك يا دكتور في واحدة منهم عادي. يعني ممكن يقول لك قول لي اتنين كاركتر، قول لي ثلاثة كاركتر، وممكن يقول لك يسألك يعني إيه كذا؟ ايه الكاركتر بتاع البلس؟ كان معناهم في كلمه ايه؟ سيفير. بس وانت بتقولهم قولهم من العكس، يعني مش من الاس، من الار. لان الاهم هو الار. ما هو الار دي؟ الار الايه؟ الريت. يعني اول حاجه يا جماعه بنعد ضربات القلب. عد ضربات القلب. طب انت عارف الطبيعي ضربات القلب يبقوا كام؟ من 60 ل 100 ده النورمال. طب لو اعلى من 100 بقى اسمه ايه؟ تاكي كارديا. طب لو اقل من 100، اقل من 60، برادي كارديا. برادي كارديا وتاكي كارديا. ومن 60 ل 100 ده نورمال هارت ريت. طبعا الكلام ده بيت بير مينت. طيب عرفنا ريت. طب الريزم، الار الثانيه ريزم، يبقى الار ريت وريزم. الريزم ايه يا دكتور؟ برضو من نظري عارفين في حاجه اسمها ريجولار ريزم وفي حاجه اسمها الريجولار ريزم. يعني ايه؟ لو الضربات منتظمه ولا غير منتظمه. لو لقيت ضربه مثلا الوقت ما بين الضربه والثانيه مختلف يبقى ده كده ايه؟ الريجولار. طب لو لقيت الوقت ما بين الضربه والثانيه متساوي يبقى ده ايه؟ ريجولر. خليه معايا. طيب ايه اسباب الريجولر بيت؟ خدتها في النظري، حد عارف؟ اكتب بقى ايه اسباب الريجولر. ممكن يبقى ايه؟ ها؟ ممكن اتريال فايبريليشن، ممكن فنتريكولر فايبريليشن، خلاص؟ ممكن الهارت بلوك اللي هو طيب سكند معلش ديجري هارت بلوك، سكند ديجري هارت بلوك طيب 1، سكند ديجري هارت بلوك طيب 1 اللي هو موبتس 1. موبتس 1 خلاص. دي كلها حاجات المفروض خدتها في الاي سي جي بتعمل الريجولار بلس. وان يكن في ناس لما تكبر ان شاء الله في 5 او لما تيجي تاخد كارديو بقى فعلا هيحط لك معاهم كمان الاكسترا سيستول، بس دي عندك خليها عندك في الاخر، سواء اكليب او فينتركل اكسترا سيستول دي اخر حاجه تكتبها. يبقى السكند ديجري هارت بلوك، الفايبريليشن سواء اتريم او فينتركل، اخر حاجه خالص الاكسترا سيستول. ليه؟ لانه في الكتاب عندك كاتبه بريجولر، لكن هم حقيقه العلمية هم مش ريجولر، هو يقال عليهم ريجولر ايريجولار، يعني هم ايريجولار، هم اصلا في الاساس ايريجولار خلاص. لكن في الكتاب كاتبها عندك ريجولر، عشان كده انا حاططها لك اخر حاجه. لما تيجي سنه 5 ان شاء الله ابقى شيل الغلط دي واحطهم معاهم، يبقى كده كملت المجموعه كلها بتاع الايه الريجولر خلاص.
كده عرفنا الحاجات الريجولر والريجولر. طب ايه الريجولر بقى يا جماعه؟ ايه الريجولر؟ اي حاجه بقى غير دوف، يعني مثلا ساينس تاك ريجولر، ساينس بريك ريجولر، ها اتريال فلاتر ريجولر، سوبرا فينتريكولر تاك ريجولر. فاهمين يا جماعه؟ اي حاجه غير دول يبقى ايه؟ يبقى ريجولر. طيب الحاجه اللي بعد كده، ثالث حاجه عندك بعد الار ايه؟ الاي. قلنا الاي دي اللي هي مين؟ الايكواليتي. يعني ايه ايكواليتي يا دكتور؟ ما هي الايكواليتي؟ المفروض يا جماعه لما باجي بحس الباص انا بحسه بعد ما اقف على دراع العيان واحس الريت والريزم، بقوم عامل ايه؟ ماسك دراعه الثانيه بايه؟ يعني الاول بايد واحده اعرف الريت والريزم، بعد كده بقوم بايد الثانيه اشوف الايه؟ الدراعين مع بعض. بشوف الايه بعد كده الايه؟ الايكواليتي. الايكواليتي يعني ايه يا جماعه؟ ها يعني هل الدراعين زي بعض ولا لا؟ لان في امراض هتاخدوها بعد كده يا جماعه، ممكن تحس بعض الناس تحس البلس في دراع ما تحسوش في دراع. ايه ده ممكن؟ اه ممكن، مش مشكله. واحد جات له جلطه في دراعه معينه، ايه المشكله؟ واحد جات له في مرض كده اسمه سيرفايكال ريب، بيضغط على الوعاء الدم وهو داخل الدراع، ممكن تلاقي الدراع ويك خالص ودراع ايه؟ بلس كويس خالص. فبالتالي يا جماعه في الايكواليتي مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه، لان بيشخص لك بعض الامراض لكن مش عليك، او هو مش ذاكر عندك في منهجك ايه الامراض، فاحنا مش ايه؟ مش مهم. لكن انك تبقى ستيب او كاركتر مهمه انك تشوفه، اه مهم. طيب غير الايكواليتي ايه يا جماعه؟ الفوليوم. ما هو الفوليوم؟ رابع حاجه الفوليوم. دكتور يعني ايه فوليوم؟ انا هبلغ. فوليوم يعني ايه؟ يعني حضرتك بتحس النبض، انا بخش حادثه تمام، بقوم اقيس البلس، الاقي البلس سريع قوي تاكي كارد، احنا خدنا لما العيان يبقى ضربات قلبه سريعه يبقى العيان ده ضغطه واطي، يبقى العيان ده شوك، دي يبقى قصص كده خدناها في النظري تمام. قلنا اهم حاجه الايه؟ البلس. لو سريع ده معناه غالبا الواد ده بينزل. النقطه الثانيه كمان اللي بتعرفني انه بينزل، الفوليوم. ايه الفوليوم؟ ماله؟ ماله بقى الفوليوم؟ ها؟ قال لك لو حطيت دراعك حسيت البلس ويك خالص ضعيف، يعني مش المفروض يا جماعه الدايستول كام؟ وبيعلى كام؟ فبتحس كويس. طب تخيل انت واحد ضغطه مثلا 60 40 جاي في حادثه، تخيل انت النبض الدايستول اصلا الدايستول 40 وبيعلى يبقى كام؟ هتحس ايه؟ او نبضه مثلا او ضغطه 90 60 هتلاقي نبضه نفسه ايه؟ ضعيف. ضعيف يعني ايه؟ تيجي تحس كده تحس بتحسه بالعافيه، بتحسه بالعافيه. تختلف يا جماعه كلمه ريت عن فوليوم. ريت يعني سريع وبطيء، لا ما بتكلمش في سريع وبطيء، يعني ضعيف تحت ايدك ولا قوي تحت ايدك. الفوليوم بتاعه الدم اللي جاي لك في ايديك قوي كتير ولا حاسس ان الدم صغير فانت مش حاسس كويس؟ ده اسمه الفوليوم. احسن في حاجه اسمها لو فوليوم وفي حاجه اسمها هاي فوليوم. ما اسباب اللو فوليوم؟ لو قال لي سببين للو فوليوم، ها حد عارف ايه اسباب اللو فوليوم؟ الشوك اول سبب، لان الشوك يعني واحد في حادثه، يعني نزل، يعني ضغطه قليل، يعني السيستوليك قليل والدايستوليك قليل، فطبيعي البلس كله يبقى ايه؟ قليل. طب ايه كمان؟ ممكن لو في ستينوزس، ما هو مثلا لو عندي ستينوزس يبقى السيستوليك بلاد بريشر هيبدا ايه؟ يعني بدل ما يبقى من 80 ل 120 مثلا تلاقيه من 80 ل 100، لان الاورطه لما يضيق الدم اللي طالع في السيستول هيبقى قليل، وبالتالي السيستوليك بلاد بريشر يبقى ايه؟ قليل. فبدل ما تلاقي الضغط 80 بقى 120 تلاقي الضغط 80 بقى 100، كده بقى الفرق قليل فتحسه بصعوبه. فده بنسميه اللو فوليوم، والاثنين بيبداوا بحرف الايه؟ الاس. طب امال ايه الهاي فوليوم؟ امتى يبقى هاي فوليوم يا جماعه؟ لما يبقى الدايستول مثلا يا جماعه المفروض احنا عندنا من 80 ليعلى لكام؟ 120.
تلاقي عند الناس دول الدايستول نزل جدا بقى مثلا 60 والسيستول عالي جدا بقى مثلا 160. يعني ايه اللي بيخلي الفوليوم كتير؟ ايه اللي بيخلي الفوليوم كتير يا جماعه؟ ان الدايستول قل والسيستول ايه زاد. فلما ده يقل وده يزيد الفرق ما بينهم شفت بقى قد ايه؟ بعد ما كان من 80 ل 120 فرقهم 40، الدايستول لما قل بقى 60 والسيستول زاد 160، بقى الفرق من هنا كام يا جماعه؟ فرق 100. ده كده هاي فوليوم، ده كده هاي فوليوم. هاي فوليوم يعني ايه؟ يعني بقى في فرق كبير ما بين السيستول والدايستول. ودول يا جماعه بنلاقيهم في بعض الامراض، في بعض الامراض زي امراض ايه بقى يا جماعه؟ احفظ معايا، مرض الانيميا اللي كلنا بتجيلنا دي، مرض الانيميا، وايه كمان؟ والهايبر ثايرويديزم، وايه كمان؟ اورتيك ريجاش. وجي في الامتحان نظري الكلام ده، ما جاش في امتحان عملي للاسف، جه في امتحان نظري قال لك انا بحس هاي فوليوم فين، او بحس حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيوليشن، بيقولوا عليها هايبر دايناميك سيركيوليشن، لما يبقى الفرق ما بين السيستول عالي والدايستول قليل بيقولوا على الفكره دي هاي بولس فوليوم، او ساعات يطلق عليها هايبر دايناميك سيركيوليشن. في الثلاثه دول يا جماعه، اورتيك ريجاش، انيميا، هايبر سيركيوليشن. وطبعا في اسباب للكلام ده، في اسباب للكلام ده. يعني مثلا في مرض الهايبر ثايرويديزم في سبب بيعلي لك السيستول وسبب يقلل لك الدايستول. في الاورتيك ريجيرج لو انا قعدت اشرحها لك هطلع لك سبب يزود لك السيستول ويقلل لك الدايستول، واعتقد ان احنا شرحناه في النظري او قلتها في فيديو او في حاجه. خلاص؟ او قلتها في الحصه هنا المره اللي فاتت. المهم ان الثلاث امراض دول يا جماعه بدون الدخول في تفاصيل بيعلوا السيستول ويقللوا مين؟ الدايستول، فبيخلوا البلس فوليوم ايه؟ كبير. وعشان البلس فوليوم كبير يا جماعه بيقولوا على الحاجات دي الناس كلها اللي عندها هاي فوليوم يا جماعه ساعات بيبقى عندهم حاجه اسمها ووتر هامر بلس. ايه اللي هو الووتر هامر بلس؟ بيقول لك من كتر ما البلس محسوس بيبقى بيضرب تحت ايدك اكن واحد بيضرب بشاكوش تحت ايدك. طب بنعرفه ازاي ده يا جماعه؟ بنجيب دراع العيان، لما بتلاقي النبض قوي كده تحس بايدك تلاقي النبض بيخبط في ايديك جامد، بيقول لك تقوم عامل دراع العين رافعه لفوق كده من غير ما تحس بلس اصلا، وتحط ايدك هنا كده بتلاقي تحت ايدك النبض بايه؟ قوي. كل شويه تلاقي انا كده حاسس بلس، مش حاسس بلس، عشان احس بلس بحط صبعي كده صح؟ لا، انا بحط بس ايدي كده وارفع دراع العيان كده، مع كل نبضه تقوم ضربه في ايدك من تحت، تلاقي ضربه في ايدك، ضربه في ايدك، ضربه في ايدك. فبيقولوا عليها ايه؟ ووتر هامر بلس. يبقى الووتر هامر بلس ده يا جماعه بيحصل امتى؟ في الناس اللي عندهم غالبا هايبر دايناميك سيركيوليشن او هاي بلس ايه؟ فوليوم. خلاص؟ ده اللي هو الفوليوم. طيب الاس اللي باقيه دي ايه؟ ها؟ ايه الاس اللي باقيه؟ سبيشال كاركتر. في كمان حاجه ناقصه؟ ليه؟ ستيت وول. ستيت اوف وول. ايوه ستيت اوف وول. الكلام ده واحد بقى يعني بيتلتت عشان يسكن. ستيت اوف الوول. ايه ستيت اوف الوول؟ الستيت اوف وول عشان نخلص منها الطبيعي يا جماعه ان احنا اصلا لو انت حسيت ايدك كده، هل انت حاسس حاجه؟ هل حاسس الجدار؟ لا. طبيعي فينا كلنا الجدار بتاع الوعاء ما بنحسوش. لما العيان يبقى عنده تصلب شرايين اللي هو مرض الاثيروسكليروسس، الجدار بتاعه ده بيترسب فيه مواد كده دهون وبتاع، فبيخليه عامل زي الكورد لايك، يعني شبه الحبل. فتيجي تحس تحت ايدك ايه؟ اكن في حبل بايه؟ بيتحرك. عارف لما واحد مثلا يركب كانولا، حد جرب يركب كانولا، وبعد ما بتشيل الكانولا بيومين وثلاثه بتحس تلاقي الوريد عامل زي الحبل كده. ده عشان حصل التهاب في الوريد وبقى جدار الوريد تخين قوي، فانت حاسس حاجه زي الحد. نفس الاحساس ده بنحسه لما العيان يجي له تصلب شرايين اللي اسمه ايه؟ اثيروسكليروز. بس الكلام ده هناك لما بتركب كانولا بنحسه في الوريد بسبب التهاب في الوريد، لكن هنا بنحسه بايه؟ في الشريان، اثيروسكليروز. يبقى الستيت اوف ذا وول هتقول في مرض الاثيروسكليروز
بنحس الوول بيبقى شكله لايك الكورد، كورد لايك. تمام؟ كورد لايك. اخر اس بقى عندنا ومهم قوي، الاس الاخيره اللي هي السبيشال كاركتر، واللي عامله ازمه لناس كتير قوي. السبيشال كاركتر هو ثلاث اشكال للبلس مختلفه، وكلهم برضو اضغاثوا احلام. اللي هم مين بقى؟ ايه الثلاث حاجات بتاع البلس المختلفه؟ قال لك في حاجه اسمها بلس او بلس ديفست، في حاجه اسمها بلس والكورنانس، في حاجه اسمها بلس بارادوكسيكس. الاخيره دي مش مكتوبه عندكم، هنزودها دلوقتي. بلس ديفست، بلس الكورنانس، بلس بارادوكسيكس. عرفنا الديفست، ما هو الديفست؟ ديفرنس. ديفست ديفرنس، ديفست ديفرنس ما بين اوسكالتاتوري هارت ساوند وما بين بلباتوري بلس. ولو الديفرنس ده قلنا اقل من كام؟ من 10، يبقى ايه؟ اكسترستول. لو اكثر من 10 يبقى فايبريشن. يبقى ديفست، افتكر ايه؟ ديفرنس. يبقى احنا هنتلخبط في دول اكيد. طب ايه الفرق ما بين الترنانز وبارادوكسس؟ الالترنانز هو ايه؟ الترنانز يعني متغير، بلس متغير. يعني ايه متغير؟ الترنيتنج. يعني ايه الترنانز او الترنيتنج؟ يعني مره يبقى جامد ومره يبقى ايه؟ ضعيف. نبضه قويه، نبضه ضعيفه. نبضه قويه، نبضه ضعيفه. نبضه قويه، نبضه ضعيفه. مش اسمه الترنانز. الترنانز يعني ايه؟ بيتغير، مره يبقى كده مره يبقى كده. اشتغلوا كده. ايه؟ اشتغلوا دلوقتي ولا شو؟ انا هظبط وعايز اشغله. ما هو الترنانز والبارادوكسيس؟ ها؟ ايه الفرق؟ الترنانز ايه اللي يخلي مره ضربه قويه ضربه ضعيفه؟ ضربه قويه ضربة. يعني تلاقي الضرب مره طق وبعدين طق طق وبعدين حاجه صغيره وحاجه كبيره، ايه اللي يخلي كده؟ قال لك بيحصل في الناس اللي عندهم ايه؟ حد عارف؟ هارت فيلير. ليه؟ بص يا ريس، الهارت فيلير مره بيبقى جزء من عضله القلب بايظه، يعني مثلا الجزء ده بايظ وفي حته لسه ما زالت سليمه. فالنبضه الضعيفه دي لان عضله القلب مره تعمل كونتراكشن ضعيف. حلو؟ مره تعمل كونتراكشن ضعيف بسبب العضله البايظه دي. الكونتراكشن الضعيف يعقبه كونتراكشن قوي. ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ حد عارف؟ لان لما يحصل كونتراكشن ضعيف في شويه دم يترسبوا اكتر في اخر السيستول اللي هو الاند سيستوليك، بنيه ما يزيد. يعني لما اطلع ضربه ضعيفه، يعني الاستروك بويه بيبقى ضعيف. انا معايا 120 جنيه ما صرفتش غير 50 جنيه، ما طلعتش غير 50 او ما طلعتش غير 40، يبقى اتبقى معايا كام؟ 70 و80، بقى معايا كميه دم كتيره، فطبيعي الضربه اللي بعدها تيجي اقوى شويه. خلاص؟ ده علميا لو انت عايز تفهم علميا. لكن الكلام ده مش يعني مش مهم قوي في انت تقول له بس تعريف البلس كونفرمانس وبشوفها فين وخلاص. زي ما انا كاتب لك كده، يعني انا كاتب لك ايه؟ البلس الترنان هي سترونج بيت وويك بيت، سترونج بيت وويك بيت، وبتحصل امتى؟ في الفنتريكولار ديسفانكشن زي الهارت فيلير. بس كلمتين بس. نيجي نزود بقى اخر حاجه، البلس ايه؟ بارادوكسيكس. ايه بقى البارادوكسيكس؟ ما هو البلسس بارادوكسيكس بقى؟ حلو؟ حط بتاع عشان بس لا سي وعلى خلاص اشتغل بيه. بلسس بارادوكسيكس، ما هو البلسس بارادوكسيكس؟ ها؟ ما هو البلسس بارادوكسيكس؟ ركز بقى معايا. بازم بس بيصفر وبيصفر.
انت كده كده اصلا البلس البارادوكس ده بقى يا جماعه ايه فرقها عن الاورتوغنز؟ البارادوكسيكس خلاص شويه ضربات ضعيفه وشويه ايه قويه، يبقى في فرق بين الاورتوغنز ضربه وايه وضربه. لكن البارادوكسيكس ماله بقى يا جماعه؟ بص كده هتلاقي المنظر عامل كده، شويه عاليين وشويه ايه قليلين، شويه عاليين وشويه ايه قليلين. طب ايه اللي بيخلي او امتى ضربات تقل كده وامتى ضربات تعلى؟ حد عارف؟ الارت سيكشن انا ما فيهوش خالص بيقل فين يا جماعه؟ بص كده هات الرسمه دي، هات في النور دلوقتي هتلاقي بص شويه صغيرين اهو وشويه عاليين. انا هديكم الورقه ده مكانها، هنزلوكم على طول، شويه قليل وشويه ايه عالي. طيب البالسس بارادوكسيكس، فاكرين تاثير الريسبيريشن؟ فاكرين تاثير الريسبيريشن على الهارت ساوند؟ فاكرين تاثير الريسبيريشن على الهارت ساوند؟ ها كان ايه بيعمل؟ ايه بيعمل؟ سبليتنج صح. يبقى الريسبيريشن على الهارت ساوند بيعمل ايه يا جماعه؟ سبليتنج. طب احنا دلوقتي تاني درس على البلس، الريسبيريشن ليه تاثير على الايه؟ البلس. ما تاثير الريسبيريشن على البلس؟ بص بقى بيعمل بلسس اولترنانز دي ليه بقى؟ بص كده معلش بلسس بارادوكس خلي الرامي قول للرامي هو بس يا بس كده قول للرامي بي ماشي كويس كده. ايه تاثيره على البلس؟ بيعمل بلسس بارادوكس. بص يا جماعه مش احنا قلنا في الانسبيريشن باخد دم كتير فينوس ريتير ثم رايت سايد هارت وبعد كده باخد على الرئه؟ طيب الدم اللي طالع من الرئه للقلب قلت لكم اللي رايح للليفت سايد بيه ايه؟ بيقل. يبقى اللي رايح للليفت سايد يقل، يبقى اللي رايح للليفت اتريم يقل، رايح للليفت فنتركل يقل، اللي طالع من الليفت فنتركل ايه؟ يقل. يعني الاستروك فوليوم هيقل ايه؟ شويه، والسيستوليك بلاد بريشر هيقل ايه؟ شويه، فالبلس قوته ايه؟ تقل شويه. يبقى وانا بعمل انسبيريشن، لو انا جيت بعمل انسبيريشن هتلاقي البلس بيه ايه؟ بيضعف. طب وانا بعمل اكسبيريشن البلس بيه ايه؟ بيزيد. عكس بعض، يعني المفروض في الانسبيريشن النفس القوي النبض يبقى ايه؟ ضعيف. تاني في الانسبيريشن النفس البلس يبقى ايه؟ ضعيف. عشان كده حتى اسمها ايه؟ بارادوكسيكس. تاني يا جماعه تاني، احنا قلنا من شويه ان لما باخد نفس الدم اللي راجع للليفت هارت بايه؟ بيقل، وبالتالي اللي خارج من الليفت هارت بيقل، يبقى الاستروك فوليوم هيقل، يبقى حضرتك البلس الخارج هو كمان قوته ايه؟ هتقل. يبقى لما يرسم لي دول البلس عالي فين؟ في الاكسبيريشن، ويقل فين؟ في الانسبيريشن. زي ما انا بشرح لك، مش قلت لك في الانسبيريشن البلس بيقل؟ يبقى الشويه القليلين دول وقت مين؟ الانسبيريشن، ويبدا يعلى وقت مين؟ الاكسبيريشن، وهكذا. يبقى افتكر بارادوكسيكالز اللي فيها بي بريسنج. بريسنج يبقى دلوقتي يا جماعه اقول لك ديفيسيت يبقى مين؟ ديفيسيت. اقول لك بارادوكسيكال يبقى بريسنج، يبقى له علاقه بالنفس، يبقى في الانسبيريشن يقل في الاكسبيريشن يزيد. اقول لك اولترنانس يبقى دي بتاع ايه؟ ضربه وضربه، يبقى ايه؟ قلب ضعيف، هارت فيل. سهله؟ طيب هو دكتور يعني يا دكتور برضو البالسس بارادوكسيكس دي هل من الطبيعي، هل من الطبيعي ان انا
احس بلسس بارادوكسيكس. لا ايه ده دكتور انت قلت غلط كده. لا انا فاهمك، انا فهمتك الاول. وقت الانسبيريشن يا جماعه طبيعي الضربه اللي طالعه او البلس اللي طالع هنا ايه؟ يبقى ضعيف، بس مش ضعيف قوي.